شهدت الأعوام الأخيرة زيادة في استخدام ممارسات الحبس الانفرادي الصارم والطويل الأمد في بعض الدول. ما هو الحبس الانفرادي؟ لما يطبق في بعض الدول؟ وما هي آثاره؟ ولماذا يعتبر الحبس الانفرادي في الولايات المتحدة من أسوأ أنواع العقوبات التي تفرض على المجرم؟ وما مدى اعتبار الحبس الانفرادي انتهاكاً لحقوق الإنسان؟ هذا عالم القانون الدولي وحقوق الإنسان. ما هو الحبس الانفرادي؟ أحبائي، بحسب قواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء، فإن الحبس الانفرادي هو حبس السجناء لمدة 22 ساعة أو أكثر في اليوم دون سبيل لإجراء أي تواصل خارجي مع الآخرين. فالعزلة ومنع التواصل مع العالم الخارجي هما السمتان اللتان تغلبان على زنزانات الحبس الانفرادي. الممارسات الشائعة في الحبس الانفرادي: في مختلف نظم العدالة الجنائية يطبق الحبس الانفرادي في عدة ظروف، إما كعقوبة تأديبية للسجناء المحكوم عليهم، وإما لعزل الأفراد أثناء التحقيق الجنائي الجاري، وإما كوسيلة إدارية للسيطرة على جماعات خطيرة من السجناء، وإما كحكم قضائي وعليه فيوضع بعض السجناء قيد الحبس الانفرادي لأنهم اعتدوا أو تسببوا في مقتل نزيل آخر من نزلاء السجن أو أحد حراسه، كما يوضع البعض الآخر منهم قيد ذلك النوع من الحبس لخطورتهم ولأنهم ينتمون إلى عصابات جرمية. آثار الحبس الانفرادي: يتفق الجميع أن الحبس الانفرادي قد يتسبب في آثار نفسية على الصحة العقلية للسجين، فالأبحاث تقول أن ما بين 1/3 وحتى 90% من السجناء المحبوسين انفرادياً يعانون من أمراض ومن أعراض قد تصل إلى الهلوسة والاضطراب العقلي. وقد يصل الأمر في بعض نزلاء الحبس الانفرادي أنهم يقدمون على الانتحار، كما أن مخاطر الصحية تزداد مع كل يوم إضافي يقضى في هذه الظروف. الحبس الانفرادي في الولايات المتحدة: لا يوجد بلد في العالم يضاهي الولايات المتحدة في عدد السجناء الذين يزج بهم في العزل الانفرادي، فبحسب التقارير الصادرة عن بعض منظمات حقوق الإنسان يمكن العثور في أي يوم عادي على 80,000 شخص في مختلف أنحاء الولايات المتحدة ممن لا يزالون محبوسين في زنازين مظلمة في ظل ظروف لا إنسانية. وها هو السجين الأمريكي الشهير أو السجن الأمريكي الشهير والمعروف باسم ADX سوبرماكس خير دليل على ذلك، فقد صمم هذا السجن لعزل المجرمين الأكثر خطورة وقادة العصابات ومجرمين بارزين وعصابات الجريمة المنظمة. فالعزلة في هذا السجن هي 24 ساعة في اليوم في مساحة بحجم حمام صغير ولا يوجد فيها حتى نافذة. هل الحبس الانفرادي يعتبر تعذيبا؟ أشير بداية أن استخدام التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية للسجناء هي ممارسة محظورة إطلاقا بموجب القانون الدولي. لكن الخط الفاصل بين ما إذا كان يعتبر الحبس الانفرادي تعذيباً أم لا يعتمد على المدة التي يمضيها أو يمضيها السجين في الحبس الانفرادي. فاللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقول أنه إن استخدم الحبس الانفرادي المطول، أي الحبس الذي يزيد عن 15 يوماً متتالياً، يعتبر تعذيباً وبالتالي انتهاكاً للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وكمبدأ عام ينبغي عدم استخدام السجن الانفرادي إلا في حالات استثنائية جداً ولأقصر وقت ممكن وكملاذ أخير فقط. في النهاية أقول له تشكل الجريمة مشكلة خطيرة في كثير من دول العالم وتقع على السلطات مسؤولية التصدي لها، لكن
دفن أشخاص على قيد الحياة في ظل ظروف لا إنسانية وقاسية ليس هو العلاج الشافي لمشكلة الجريمة المنظمة.